الكثير من المطارات مبنية بالقرب من المياه، وهناك عدة أسباب لذلك. أولاً، معظم المطارات موجودة في المدن الكبرى، وغالباً ما تشيد هذه المدن بالقرب من مسطحات مائية. قبل ظهور الشاحنات وتشييد الطرقات، نقلت البضائع بالسفن، لذا كان من المهم وجود نهر أو محيط قريب لتوصيل الإمدادات الأساسية للمدن مثل المواد الغذائية ومواد البناء، كما عزز ذلك التبادل التجاري والاقتصاد المحلي. يسافر أغلب السكان إلى المدن الكبرى بدل المناطق الريفية للعمل وقضاء العطلات، لذا من المنطقي بناء مطارات هناك. ارتفاع الطلب على السفر يعني الحاجة إلى المطارات، وبالتالي در أرباح وفيرة عليها، لكن هذا ليس السبب الوحيد لبنائها بالقرب من المياه. المدن الكبرى مزدحمة ومكتظة في العادة، وتتطلب المطارات مساحة شاسعة من الأراضي. تخيل محاولة العثور على مساحة تكفي لمطار وسط مدينة نيويورك، هذا من سابع المستحيلات. المناطق المجاورة للمياه تميل لأن تكون ريفية، لذا تتوفر بها مساحة أكبر مقارنة بالمدن الكبرى التي تعج بناطحات السحاب. بعض الدول أخذت خطوة أكبر في هذا المجال. مساحة اليابسة محدودة جدا في اليابان، لذا عند تصميم مطار كانساي الدولي قطع مهندسو أوساكا المعماريون مسافة 4.8 كيلومتر بعيدا عن الشاطئ إلى خليج أوساكا لتشييد جزيرة صناعية. يبلغ طول هذه الجزيرة الصناعية 4 كيلومترات وعرضها 2.5 كيلومتر، وهذه المساحة كبيرة جدا لدرجة أنه يمكن رؤيتها من الفضاء. استغرق إنجاز هذا المشروع 38 شهرا، ويمكن للمسافرين الوصول إلى جزيرة هونشو الرئيسية عبر السيارة أو القطار أو عبارة فائقة السرعة. وتم افتتاح مطار كانساي الدولي في عام 1994، وأصبح أول مطار في العالم مبني وسط البحر. ورغم موقعه فإنه يضم أطول مدرج في العالم يتجاوز طوله 1.6 كيلومتر. أضف إلى ذلك أنه يجب ألا تعترض الطائرات أي عقبات عند الهبوط، فمن الصعب محاولة الهبوط بطائرة تواجه عوائق مثل الأشجار والجبال والمباني وأعمدة الكهرباء وغيرها. في المقابل، لا يوجد فوق المياه أي شيء يمنع إقلاع الطائرات أو هبوطها، مما يجعل هذه العمليات أكثر أماناً. في الجزر الجبلية تكون مدارج الهبوط موازية للمحيط في الغالب، لأن الجبال داخلية، كما هو الحال مع مطار جران كاناريا في إحدى جزر الكناري. كما يتعلق ذلك بأسباب مرتبطة بالسلامة، في حال اضطرت الطائرة إلى إلغاء الهبوط على المدرج والاستدارة، فيجب أن تتوفر مساحة كافية لتفعل ذلك بأمان دون أن تصطدم بأي شيء. كما يجب أن تتمكن من الصعود إلى الهواء بزاوية آمنة لتجنب إحداث أي مشكلة لركابها. الوصول إلى هذا الارتفاع الآمن فوق البحر أسهل بكثير وأسرع وأكثر أماناً مقارنة بالمدن الكبرى والمناطق الجبلية. وبمناسبة الحديث عن فشل الهبوط، الطيارون مدربون على التعامل مع أعطال المحركات عند الإقلاع. عندما تصل الطائرة إلى سرعة الإقلاع عليها مغادرة المدرج حتى لو تعطل المحرك، لكن لا داعي للقلق، فلا يزال بإمكان الطائرات التحليق بمحرك واحد فقط، لكن ذلك يتطلب مجهودا أكبر قليلا. وبسبب القدرة المنخفضة يستغرق الوصول إلى الارتفاع الصحيح وقتا أطول، ويتطلب الإقلاع مساحة أكبر. يسهل الإقلاع باتجاه المحيط الصعود إلى ارتفاع آمن دون القلق بشأن الاصطدام بأي عائق. هناك سبب آخر لبناء المطارات على مستوى الماء، وهو أنه كلما على الارتفاع قلت كثافة الهواء، ويتسبب هذا في انخفاض قوة دفع المحركات وقوة الرفع الناتجة عن الأجنحة. الإقلاع من المناطق المرتفعة أصعب على الطائرات، ومن الناحية المالية سيتطلب ذلك بناء مدارج هبوط أطول، مما سيزيد التكلفة، ولا أحد يريد ذلك. كما يعني هذا أن الطائرات ستتطلب وقوداً أقل، لأنها لا تستهلك طاقة كبيرة عند الإقلاع، وبالتالي يقل ضوضاؤها لأنها لا تضطر إلى العمل بجد. لكن رغم أن هذا يقلل ضوضاء الطائرات، إلا أن مستويات الضوضاء في المطارات ستكون عالية. تخيل سماع أصوات طائرات تحلق فوق منزلك وأنت تغط في النوم ليلاً،
هذا هو السبب الرئيسي وراء بناء المطارات على الساحل بعيداً عن المناطق السكنية، فلا يعتقد أن الأسماك ستقدم شكاوى من الإزعاج. في بعض الدول تلزم المطارات بتعويض المنازل المجاورة التي تتأثر بضوضائها، وألمانيا هي إحدى هذه الدول، حيث يقومون بأشياء مختلفة من تحسين الأسقف إلى إضافة عوازل للجدران لتغطية هذه الضوضاء. بناء المطارات على الساحل يعني عدم الحاجة لدفع التعويضات المكلفة، مما يوفر الكثير من الميزانية. كما تتمتع المناطق الساحلية بطقس ملائم للطيران، نسمات البحر هي رياح ثابتة تهب من المياه إلى اليابسة، وغالباً ما تهبط الطائرات وتقلع بمساعدة الرياح، وهذا يجعل الساحل المكان المثالي لبناء المطارات، لأن الطائرات لن تواجه أي تأخير بسبب الرياح القوية غير المتوقعة. لكن في حين أن نسمات البحر التي تهب في فصلي الربيع والصيف مثالية، إلا أن المناطق المجاورة للمياه تصبح عرضة للضباب في فصلي الخريف والشتاء، لذا لهذا الجزء إيجابياته وسلبياته. لا تتواجد كل المطارات على السواحل لأن ذلك يطرح عدداً من المشكلات، والطيور أكبر هذه المشكلات. تحب الطيور السواحل لوفرة الأسماك هناك، وقد تسبب مشكلات كبيرة للطيارين، لكن تمكنت المطارات من حل هذه المشكلة باستخدام تكتيكات التخويف. لا تحب الطيور الضوضاء، والطائرات أبعد ما تكون عن الهدوء، كما تصدر المطارات دويا صاخبا، وتدرب الصقور على القضاء على الطيور حولها. ومع ذلك فإن أكثر خطر بديهي للبناء بالقرب من البحار يتمثل في الفيضانات. يكلف بناء المطارات مبالغ طائلة، والطائرات باهظة الثمن. في عام 2018 غمر إعصار جي بي مطار كانساي، وألغيت جميع العمليات ليومين كاملين، وكانت مستويات المياه عالية جداً لدرجة أنها ألحقت أضراراً بمحركات الطائرات. وبينما تتخذ المطارات الساحلية التدابير اللازمة للحماية من الفيضانات، إلا أنه من الصعب حماية كل شيء من الإعصار. ومع ارتفاع مستويات البحار والتغير المناخي، تزداد احتمالية وقوع هذه الفيضانات. ربع المطارات المئة الأكثر ازدحاماً في العالم هي أقل من 10 أمتار فوق مستوى سطح البحر، واثني عشر منها بما في ذلك مطارات نيويورك وسان فرانسيسكو وشانغهاي أقل من 5 أمتار. يا للمصيبة. كما تخلق المياه مشكلة أخرى عندما تتجاوز الطائرات المدرج فلا مكان تذهب إليه، ويحدث هذا التجاوز عندما يخطئ الطيار في تقدير طول المدرج ولا يصل إلى سرعة الإقلاع في الوقت المطلوب. عادة ما تكون هناك أجزاء إضافية من الخرسانة أو العشب يمكن للطائرة السير عليها عندما تكون المطارات على اليابسة، وستتعرض الطائرة لضرر طفيف فقط في هذه الحالة. لكن في المطارات الساحلية قد تتجه الطائرة إلى المياه مباشرة. من حسن الحظ أن هناك تقنية جديدة تهدف إلى منع وقوع ذلك، وتتيح هذه التقنية الجديدة للطيارين إدخال كل حسابات الرحلة بما في ذلك الظروف الجوية التي قد تؤثر على الإقلاع. بعد ذلك يقوم النظام بحساب طول المدرج الذي ستحتاجه الطائرة للتوقف. إلى جانب ذلك أضافت عدة مطارات خرسانة طرية إلى نهاية مدارجها لتجنب وقوع كارثة مائية. عندما تنزلق الطائرة على هذه الخرسانة فإنها تعلق عليها ولا تستطيع التحرك لمسافة كبيرة. توجد أيضا مشكلات مالية تتعلق ببناء المطارات بالقرب من المياه. عادة ما يكون إيجار الأرض المجاورة للساحل أو البحيرة أعلى من اليابسة بسبب ارتفاع الطلب. على سبيل المثال يعيش 40% من سكان الولايات المتحدة على الساحل، رغم أن المناطق الساحلية لا تشكل سوى 10% من مساحة اليابسة الإجمالية. كما تتطلب المطارات بناءها على أرض مستوية، لكن ليس من السهل العثور على مثل هذه الأراضي، وقد تثير الأراضي الساحلية مشكلات معينة بسبب ظروف الرمال والأهوار، لكن هذا لا يعني أن البناء عليها غير ممكن. فمطار جون كينيدي في نيويورك أحد أشهر المطارات في العالم، مبني على الأهوار. كانت هذه الأرض أرخص بكثير، ولا يمكن استغلال المستنقعات فعلياً. بالطبع ستكلف تهيئة الأرض لحمل أوزان ثقيلة مبالغ طائلة، لكن تم تسوية هذه المشكلة. فالعثور على أرض كبيرة بالقرب من أحد أشهر مدن العالم فرصة نادرة، حتى لو كانت منطقة أهوار.